بخير. صح يا سابرينا، بونسوار. It's just comfortably. I hope so for you. سلام صحيتو دنيا ياسمينة، سلام عليكم غزالي الياس، صحيت. سلام عليكم. On va attendre un petit moment à ce qu'il y ait un petit peu de monde. Hakim, salam alaikum. Mohamed, le Wafi, Rabahi. Tant mieux, il y a du monde. Je ne vais pas attendre plus loin que ça. Voilà, le sergent Garcia, il vient. Sahit Ahmed. Bakhalib Sahit. Le sergent Garcia, voilà, il vient de ressurgir avec toujours. Mais elle a d'Aïchine Piouham. Mais elle a d'Aïchine Sahouch. Mais elle m'a brouché Sahou. Ou le discours Taoum. Manichar, le discours Taoum, ou le discours Taoum. Puis, il y a d'Aïchine Piouham. Sidra, il y a d'Aïchine Piouham. Sidra, il y a d'Aïchine Piouham. Sidra, il y a انا اي استقرار راك تتكلم لقاي طالح تاو الجنرال تاعك، راك تحكي على الاستقرار نتاعك انت والجنرالات والعصبه تاع الجنرالات نتاعك، اما عن استقرار البلاد احنا الميزيريه اللي راكم عايشين فيها الا راه هذه راك تسميها استقرار، هذه رانا نعرفوها صافي 20 عام، دونك ما غادي يبدل والو فيها. يعني اونتر نو سات جوناس اللي راها تبات بالدلا مازالت عاد تبات بالدلا، واللي راها هلكها الشوماج مازال هلكها الشوماج، واللي راهم يباتوا 30 40 في شومبره مازالوا كيف كيف. دونك راك تحكي على الاستقرار نتاعك، ماكش تحكي على الاستقرار نتاع البلاد. الا راك تحكي على الاستقرار نتاع البلاد، مالين البلاد كانوا صراحه وجهوا لك رساله من واضحة لا غبار عليها، ارفد زبلك وقلع انت والزبل نتاع الجنرال تاعك. المواد والدستور، الدستور هذا يتعلق بكم انتوما، عمره ما تعلق بينا. الدستور هذا جعلته منه شيفونة، وكان جيتو محترمين الدستور ما خصنا حتى خير في دي البلاد. الدستور هذا تفكروه غير الوقت اللي المصالح نتاعكم تتهدد، غير الوقت اللي تجيو باش تعاود خصكم بريزيدان واحد اخر تعاود تبوطيو عليه وكوارنمون خصكم تقبضوه وسيستم خص يبقى تحت يديكم، تتفكروا باللي كاين دستور وباللي كاين انتخابات وباللي كاين واحد السيد يقول لها يسموه المواطن والتبلعي تاعكم والتبرديق. اذا الاستقرار اللي راك تحكي عليه استقرار لا يتعلق لا يخصك الا انت والجنرالات القتلة الخائنين نتاعك. وكل مرة يعني انت تجي تهدر باسم 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 الجيش الوطني الشعبي، على الجيش الوطني الشعبي هذا راه خارج مكروشنا، راه بلوس دو 70% فيهم سي دي زابلي ولادنا اللي لزتهم الميزيرية وما ما يجيوش لعند قراينك. البلاد رديتوها كازيرنا كبيره وين لي سول اورغان دو ريكروتمون اللي كاينين باش بنادم يقدر يخدم وعنده سوا ديزون واحد شويه تاع لا سيكوريتي دو لومبلوا، اما يولي ميليتير ولا يولي جدارمي ولا يولي بوليسي. اي اونكور اي اونكور حتى هادي ولات فيها معرفه وفيها اسكت برك. واش من الجيش الوطني الشعبي اللي راك تحكي عليه؟ الجيش الوطني الشعبي بالنسبه ليك دروك ولا رزق نتاعك انت تحكي به كيما تبغي انت وتريد. الجيش الوطني الشعبي المهمه نتاعها راها باينه، ما كان ما تدخلك في السياسه، فهمت؟ شوف كيش دير غير مع كرشك اللي راه باغي تفلق بزاف عليك، دوارتك اللي زعما تلمو شمعات اللي ما قدها قداد، خاصهم يخيطوا لك ينتوني على حسابك. ما كانش لا طاي تاعك انت والزبل تاع الجنرال تاعك. ما زلت عاد تحكيو باسم استقرار البلاد، اي استقرار؟ البلاد راه مستقره والشعب اظهر يعني للعلن باللي مستقر، الشعب راه مستقر بلا بيكم.
الشعب مستقرب لا بيكم، كي تخطاونا نتوما يزيد الاستقرار. وكأنه دروك يعني الشعب هذا دروك ياكل ويشرب بمؤسسة الجيش الوطني الشعبي، المؤسسات الاخرين ما عندهمش اهمية، ما عندهمش كلمة يقولوها. الأساتذة ما عندهمش كلمة، الأطباء ما عندهمش كلمة، المحامين ما عندهمش كلمة، الشعبي البسيط ما عندهمش كلمة، الخضارين ما عندهمش كلمة، لي غارديان باركينغ ما عندهمش كلمة، لي ميكانيسيان ما عندهمش كلمة. وين؟ يعني أنت تبني بلاد بمؤسسة الشعب نتاعك، بمؤسسة الجيش نتاعك، مؤسسات الشعب بأسره قال لك رفد زبلك وقلع. هذا هو الحل الوحيد اللي يبقى قدامك. المناورات نتاعك هذه للبقاء في السلطة راك غير تبلط، راك غير تطبل، باللي كاين أطراف هذه تخصك أنت ومثالك. حنا كشعب اللي يخصنا وهو أننا نزيح كل الخماج اللي يشبه لك. هذا هو جايبين لي عاود زروال من جديد، زروال لو كان جا فيه الربح ما يحضروا ماشي في وقتها 33 جريمة قتل ضد الإنسانية، ماشي في وقتها سلم المفاتيح للجنرالات مشى يرقد في داره، مدها لبوتفليقة ومشى يرقد في داره. لو كان غير خرج وصرح قال اودي يا شعب الجزائر شوفوا واش راه صاري فيكم، قال اودي والله لا تجي عليه درك عاد افطن صباح الخير. وين 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 راك تخوف فينا دروك يا ولد؟ الجدار نتاع الخوف راه مورانا، الجيل نتاع الجيل هذا الجديد عطانا الكوراج، خفنا بزاف، رهبتونا بزاف، كاع الكريدي نتاع الخوف ونتاع الارهاب اللي رهبتوه نكمل ما بقاش. جا جيل جديد راه نفخ فينا روح واحد اخرى. الحل الوحيد اللي باقي لكم غيرك تطبل في الماء، غيرك تطبل في الماء. الحل الوحيد ترفدوا زبلكم وتقلعوا، ما كانش اختيار. احنا المادة الوحيدة اللي نعرفوها في الدستور هي مادة 2019، وإلا ما سمعتش بها مازال جمعات واحد اخرين ويزيدوا يسمعوك. استقرار البلاد منذ متى استقراركم هو استقرار البلاد؟ منذ متى استقراركم هو استقرار البلاد؟ إلا راكم تحكوا على الاستقرار تاعنا، احنا عمرنا ما عشنا الاستقرار تحت التهكم تاعكم وتحت الخيانة تاعكم وتحت القتل والتسفيح ما عمرنا ما عشناه. وحنا متأكدين تمام التأكد بلي الاستقرار يبدأ نهار اللي خناشيشكم ما يعودوش. إذا الديسكور هذا يخصك أنت ومثالك والخيان اللي كيفك، ما يخصناش حنا كشعب، حنا المقطعين ما يخصناش لا من بعيد ولا من قريب. كي تكمل مع التمهبيل تاعك بالك دوك تفهم، راك لعبها لنا زور ودروك. تا سيرجون غارسيا تقول سيرجون غارسيا خاطيك وخاطي زورو، غيرك تبلط. وغادي نهضر لك اللونجاج تاعك تاع المستوى تاعك تاع المستوى تاع البهيم تاعك انت والجنرال تاعك. حول ولا قوة الا بالله. جماعة جو مودري بيان كو بو بارطاجي لو ماكسيموم، جو نو جامي دوموندي دو بارطاجي، بارطاجي الماكسيموم بالك يلحق السيرجون غارسيا يجي انا يخوفني يدخلني للحبس. حول ولا قوة الا بالله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى.